بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج عالم الرياضة. بداية أتقدم بالشكر وبالتحية لكل من هنأني على تقديم الحلقة الأولى وبداية مشواري في برنامج عالم الرياضة. لكم كل الشكر وكل التحية، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ونقدم رسالتنا وما نكونش زي معظم البرامج اللي بتشتغل على الأخبار المزيفة أو على افتعال المشاكل. إن شاء الله لينا رسالة هنوصلها بإذن الله. تلك الحلقة استثنائية بمناسبة فوز النادي الأهلي في بداية مشواره في كأس العالم للأندية وفوزه بنتيجة هدف للا شيء على نادي الدحيل القطري، واللي سجله طبعا الكابتن حسين الشحات. معانا طبعا هيكون في مداخلة تليفونية كابتن ماهر همام، معانا إن شاء الله تقرير من داخل من وسط أسرة كابتن حسين الشحات أو وسط أهالي وقرايبه، هنشوف إن شاء الله إيه رد فعلهم وإيه الرسائل اللي عايزين يوصلوها له. النادي الأهلي فاز فوز مهم، فوز سهل من وجهة نظرنا. كان بإمكان النادي الأهلي في الشوط الأول مضاعفة الأهداف، إلا إنه تراجع في الشوط الثاني بدون مبرر. معانا اتصلنا طبعا يا جماعه بالكابتن ماهر همام. كابتن ماهر همام واحد من لاعبي النادي الاهلي واحد جيل العظماء وواحد من المدربين الكبار في النادي الاهلي وفي مصر وفي الوطن العربي، يشغل حاليا رئيس قطاع الناشئين بنادي الانتاج الحربي. معانا كابتن ماهر. لسه ما جهزش الكابتن ماهر همام. طيب نروح لتقرير ذهبت كاميرا برنامج عالم الرياضه لشرق محافظه القاهره وتحديدا مدينه السلام التي انشاها الرئيس الراحل محمد انور السادات عام 1977، حيث موطن وموقع ميلاد النجم كابتن حسين الشحات. رحنا هناك توقعنا وكان من فضل الله علينا ان كان هو سبب الفرحه والمصدر الفرحه للاهلاويه عموما في ذلك اليوم. ذهبت الكاميرا هناك ورصدت شعور اهالي واصدقاء لكابتن حسين الشحات. نروح نشوف كابتن حسين الشحات ونرجع تاني. ان شاء الله 2-1 للنادي الاهلي. حسين الشحات وطاهر محمد طاهر. ان شاء الله 2-1 للاهلي، حسين الشحات وكهربا. ما ان شاء الله هنكسب 2-1 مجدي عبشة وطاهر. محمد شعبان، اهلا وسهلا بيك يا محمد. اهلا وسهلا بيك. اتكلمنا عن فرحتكم النهارده واحساسكم بان حسين الشحات النجم بتاعنا ما تتوصفش، عشان خاطر ده ابن منطقتنا واخونا الصغير، وان شاء الله ربنا يوفقه في اللي جاي ان شاء الله. انا شايف ان انت معتز بيه قوي وحاطط صورته وسط النجوم الكبار دول. طبعا، وعشان هو نجم كبير ان شاء الله. بس القهوه كلها اهلاويه. ما انت شكلك اهلاوي بلا استثناء. حسين الشحات طبعا لعيب كبير، ربنا يكرمه ان شاء الله وربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله. سعيد جدا 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 ان الاهلي فاز، ولا ان حسين الشحات ان الاهلي
فاز وان حسين كمان هو اللي جاب الجول. اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي طبعا. كلمنا عن شعورك النهارده وفرحتك بحسين الشحات. انا فرحت جدا ان احنا كسبنا الدحيل وباذن الله هنقابل البايرن وهنعمل ماتش حلو. ولما حسين الشحات اللي سجل انا قلت حسين الشحات هجيب جول. جايه لك الثقه دي منين؟ ايه جايه لك الثقه دي منين؟ لا عشان اعرف ان هو لعيب حلو. كلمنا عن شعورك النهارده وفرحتك. شعور جميل وفرحان جدا بالنجم حسين الشحات وان شاء الله هنقابل البايرن برده وهنكسبه. نوجه كلمه لحسين الشحات، بقول له انت نجم مصر. جايلكم الثقه في حسين الشحات قوي ان انتوا حاسين ان هو هيجيب الجول النهارده؟ لا، ما لازم الثقه دي لان هو لعيب. عشان هو لعيب تقول ايه لحسين الشحات؟ اقول له انت نجم موهوب وربنا يوفقك وربنا دايما يخليك كده تسعد جماهيرك واصحابك وحبايبك، والف مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله مباراه ممتعه قدام بايرن ميونخ، وكفايه للاهلي شرفنا النهارده. شكرا. شكرا. عدي عدي اتفضل يا كريم. ايه تعرف بيك؟ انا كريم. اهلا كريم، عامل ايه؟ اتكلمنا عن فرحتك النهارده وشعورك بحسين الشحات. سيبني منطقتنا يعني الصراحه ربنا يكرمه. وجه له كلمه. حبيبي واخويا وربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. شكرا. شكرا لحضرتك. بس بس اهم حاجه الكابتن حسين الشحات ده النجم بتاعنا، نجم مدينه السلام، وابننا واخونا الصغير وحبيبنا. الحمد لله. عندكم ثقه ان حسين هيسجل؟ كل اللي سالته قبل المباراه قال ان حسين هيسجل. انا قلت منشور على النت ومنزل صوره حسين الشحات وقلت ده هو نجم المباراه وان شاء الله باذن الله هيجيب جول ان شاء الله، وان شاء الله ربنا هو استجاب له دعانا والكابتن جاب جول. الحمد لله. حاج اسماعيل معلش قطعنا حديثك، ونقول عندكم ثقه ان حسين الشحات هيسجل؟ هيسجل ان شاء الله من اول ما ابتدى الماتش. من اول ما ابتدى الماتش احنا عارفين ان هو هيسجل. ليك ذكريات مع حسين مثلا قبل ما يروح ابننا للأهل. ابننا حسين الشحات كنا على موقف كده حصل. ابننا بيلعب مع ابن اختي. تمام. الكابتن احمد برضه احمد زبله. اهلا وسهلا. زكريا. زكريا ايه؟ زكريا ناصر. اهلا كابتن زكريا. زكريا ناصر ولا ناصر؟ ناصر. في لاعب في الاسم زكريا ناصر تعرف تفتكره؟ عرفتك. تمام. تعرف بيك؟ حسن نبيل. انا بتقول اخواتي يا عم. ما لا احنا ولد منطقه واحده يعني. ولد منطقه واحده. تمام. كلمنا عن ذكرياتك مع كابتن حسين الشحات قبل ما ينتقل. هو حسين كان بيجي نلعب مع بعض في دوره بتاعت كحله، وكان قبل ما يروح كان في الشرقيه للدخانيه، وربنا كرمه الحمد لله وبقى يلعب في الاهلي، وان شاء الله اما زيد يعني ربنا يكرمه. شعورك ايه وزميلك كده اللي كان بيلعب معاك كتف في كتف دلوقتي راح للنادي الاهلي؟ يبارك له ونتمنى له النجاح يا رب دايما يعني. وجه له كلمه بقى. ايه؟ توجه لحسين الشحات كلمه؟ اقول له ان شاء الله الماتش الجاي في باير هيجيب جول. ان شاء الله ربنا يوفقه وربنا يكرمه يا رب، واللي جاي احسن ان شاء الله. طبعا احنا فرحانين جدا وان شاء الله الماتش الجاي بتاع الباير هنكسب ان شاء الله، والاهلي كان حلو جدا النهارده يعني ان شاء الله باذن الله. اتفضل. طبعا الماتش قايل وحسين الشحات ربنا معاه بصراحه، فرح كل المصريين النهارده وخصوصا اهل منطقتنا وربنا يوفقه ان شاء الله مع الماتش اللي جاي وان شاء الله يكون احسن من الاول. انا زملكاوي صميم بس بشجع النادي الاهلي في البطولات، وبصراحه بيأدي اداء حلو وان شاء الله اللي جاي احسن، وكابتن حسين اخ لينا في الاداره بتاعتنا وربنا يوفقه في اللي جاي ان شاء الله. احنا نقول لكابتن حسين يعني اخ لينا ومشرفنا ومشرف منطقتنا ومشرف مصر كلها، ويعني كلنا بقلبنا معاه. رجعنا لكم بعد التقرير وشفنا قد ايه الناس البسطاء الجمال في المناطق الشعبيه منطقه مدينه السلام، وشفنا قد ايه فرحتهم واعتزازهم بابن منطقتهم الكابتن حسين الشحات. طبعا معنا فيديو تاني له اكتر من ملحوظه، يا ريت يا نور تعرضه وانا بتكلم كده. ان معانا نجاح الفرد، نجاح الفرد ما بيبقاش له لوحده هو بس، نجاح الفرد بيجني ثماره كمان الأهل والأقارب والجيران وكل من ينتمي للشخص، لذلك بيبقى النجاح شيء جميل والكل طبعا بيسعى ليه وبيبقى فرحته مضاعفة، لأن زي ما احنا قلنا ما بيبقاش هو بس اللي بيجني ثمار النجاح، ده بالعكس كمان ده كل من يخصه. الفيديو جاهز يا نور معاك؟ لحين ما الفيديو يجهز كان لا في فيديو تاني عندك من فرحة الناس وهم بيشوفوا الهدف واحتباس أنفاس الأولاد الصغيرين لحظة الهدف ما بيتم تسجيله، كانت مشاعر طبعا لا توصف والصورة بتعبر بألف كلمة. كمان كان ليها بس ملحوظة بسيطة في ظل أزمة كورونا وهذا المرض اللعين، لاحظت في الكافيه وانا ماشي كمان في معظم الكافيهات اللي انا كنت ماشي في الشارع بعدم الانضباط بالضوابط الاحترازيه.
طبعا ما كانش فيه تباعد اجتماعي زي ما احنا شفنا في المقهى، وما كانش فيه الكمامات. الفيديو معانا اهوت. ده لحظة فرحة الناس واعتزازهم بكابتن حسين الشحات، وحاطين صورة زي ما احنا شايفين الصورة في بداية المقهى، وداخل المقهى كمان حاطين له مختلف الصور وهو بياخد الجوائز وهو لاعب. الناس كلهم طبعا فرحانين بيه، وده اللي احنا بنقوله ان النجاح بيكون من جماله، ان ما بيستمدش الشخص الواحد بس ايه ثماره، زي ما احنا شايفين كابتن حسين و كابتن مؤمن زكريا ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله ويرجع للملاعب تاني. في كل مكان في القهوه حاطين صور الكابتن حسين الشحات. لو معنا فرحه الهدف ونشوف احتباس الولد الصغير، احتباس انفاسه لما اللاعب قطع الكوره، وكام ثانيه هو كاتم نفسه لحد ما الجون يجي. لو الفيديو جاهز كنا عرضناه، كانت من اللحظات الجميله ومن اللقطات الجميله. بس هو كان تعقيبي بس فقط، هو يا جماعه احنا ما فيش انضباط بشكل كافي بالضوابط الاحترازية. نتمنى ان احنا ان شاء الله ننضبط اكتر من كده شوية في التباعد في المسافات، وكمان لبس الكمامات وال مش عارف اقول. احنا من اللي شفته حاسس ان احنا مهما عملنا احنا محاطين بستر ربنا، وربنا عز وجل يسترها معانا. احنا مش عارف لا يساني غير ان انا اقول ربنا يسترها ويشفينا ويشفي بلادنا ومن هذا المرض اللعين، ويسترها مع هذا الشعب اللي عايش بالفطرة. في أمور كتير ما ينفعش طبعا، ولكن بنتمنى له يا رب إن شاء الله السلامة والعفو والعافية. ياريت تجهزوا لنا يا جماعة مداخلة الكابتن علاء السيد مدير عام المنتخبات الوطنية لكرة اليد. طبعا لحين ما يجهزوا لنا الاتصال كابتن علاء السيد، كان معنا الكابتن ماهر همام قبل الهواء مباشره، والظاهر ان احنا اتاخرنا عليه زي ما اتاخرنا على حضراتكم بسبب البرنامج اللي يسبق لينا ببرنامج فكره، وبعض برضو التجهيزات في الاستوديو خدت مننا وقت، فبنعتذر لحضراتكم عن هذا التاخير. كابتن ماهر همام طبعا كنا هنساله اكتر من سؤال عن توقعاته، عن الكابتن معانا كابتن علاء السيد مدير عام المنتخبات الوطنية لكرة اليد. كابتن علاء السيد اهلا وسهلا بحضرتك. شرفتنا كابتن علاء في برنامج عالم الرياضة. مليون مليون مبروك الاداء المشرف لمنتخب كرة اليد في كاس العالم. الله يبارك فيك. الحقيقه الصوت مش واضح يا كابتن علاء في الكنترول. يا جماعه ظبطوا لي الصوت شويه عشان مش سامع كابتن علاء كويس. طيب حضرتك يا كابتن علاء ممكن تقف في حته فيها شبكه بس شويه عشان الصوت يبقى واضح للساده والناس الجماهير. كابتن علاء حضرتك معايا؟ تمام كده مظبوط يا فندم؟ مظبوط. كلمنا يا كابتن علاء عن استعدادات المنتخب قبل انطلاق بطولة كأس العالم. هو طبعا الناس اللي عارفه ان احنا كان عندنا لخبطه كبيره السنه دي بسبب يعني جائحه كورونا. كان المخطط ان احنا يبقى في اولمبياد، واعداد الاولمبياد الكلام ده هيكون في شهر 5 اللي فات، 5 و6 و7 قبل الاولمبياد مباشره. والكلام ده كان مقصود ان هو يصب لصالح اعداد الفريق لكاس العالم. تمام. ده بالاضافه لبرنامج كاس العالم، لكن طبعا تاجيل الاولمبياد يعني لغى كل البرنامج بتاعنا. اربك الحساب. وده مخطط من جديد. طبعا ده بشكل كبير جدا اثر على البرنامج بتاعنا، وحصل الغاءات كثيره جدا بسبب الاجراءات السفر اللي هي اوروبا قفلت. طبعا احنا كنا اعدادنا كله مع اوروبا. اوروبا قفلت، السفر بيها قفل، التاشيرات كانت صعبه، وحتى في الفتره الاخيره يعني كان في ريسك كبير ان لو كبرنا، لان اوروبا برضه كان فيها موجه ثانيه. فطبعا كان في ريسك كبير ان احنا ناخد منتخبنا نلعب في اوروبا، لو حد اصيب ولا حاجه هيحجر هناك. طبعا كان في عندنا مشاكل كبيره جدا في الاعداد. احنا فقط عملنا فترات تدريب قليله في مصر، ولعبنا يعني
بعد الماتشات القليله جدا مع منتخب اليابان ومنتخب البحرين فقط ده كان السبب بتاعه. يعني حضرتك جاوبت على السؤال اللي انا كنت لسه هسأله لك، ليه ما كانش فيه معسكرات اوروبيه للاستعداد الكامل لبطوله عالميه زي كده؟ ما انا قلت حضرتك ان في كان في مشاكل في السفر نفسها وفي التاشيرات، والمنتخبات نفسها يعني كانت مشغوله بالتصفيات الاوروبيه في توقيتات اللي هي الاسابيع الدوليه. على فكره اكثر من 30-40% من مباريات اوروبا كانت يعني بتتاجل او بتتنزل بسبب جائحه كورونا وصعوبة السفر ما بين دولة ودولة داخل أوروبا، فما بالك بقى بالدول ما بين القارة الأفريقية والقارة الأوروبية. طبعا المشاكل كبيرة دي جدا أثرت على برنامج الإعداد بتاعنا بشكل كبير وبشكل حاد، لكن يعني نحمد ربنا إن إحنا فريقنا نتغلب يعني بفترات تدريب طويلة وبروح قتالية عالية، هي دي السبب الرئيسي الاداء اللي ما شاء الله ما شاء الله. رغم الاستعدادات اللي حضرتك بتقول عليها ان انتوا غير المتوقع ان كنتوا عايزين تستعدوا اكتر من كده وكنتوا عاملين برنامج اقوى من كده، الا انكم فنيا ظهرتوا بمستوى جيد جدا ان لم يكن ممتاز. طبعا كلمه ممتاز لو كنتوا وصلتوا للنهائي وخدتوا البطوله، الا ان انا شايفهم يعني اداء جيد جدا فنيا، تخرجوا على ايد فريق حامل اللقب من قبل والحائز على البطوله فيما بعد برميات الجزاء الترجيحيه، يبقى فنيا انتوا فعلا عملتوا شغل عالي جدا وكويس. حضرتك كلمنا عن الجماهير وفرحتهم واعتزازهم بالمنتخب رغم الاقصاء والخروج. هو طبعا المنتخب المصري خلق حاله كنا نتمنى تكون موجوده داخل الطلاق، يعني الغاء الجمهور ده طبعا الناس انت عارفه ان الغاء الجمهور ده يعني كان جزء كبير من هدف الدول الاوروبيه ان هي تلعبنا ان احنا نكون جمهور. الناس كلها عارفه حماس الجمهور المصري، وان هم يمكن اشترطوا قبل ما يجوا ان هو ما نلعبش بالجمهور بحجه الاجراءات الصحيه. ما اختلفناش، لكن كان من ضمن يعني اهدافهم المنتخب المصري بيلعب بدون جمهور، وده طبعا نشيل ضغط نفسي عليهم. هم خايفين من قوة الجماهير وضغط الجماهير عليهم فاتحججوا بموضوع الكورونا والاحتياطات الاحترازية. طبعا ده احنا حتى يمكن اقترحنا عليهم، احنا عندنا المنظمين والناس اللي بتشتغل معانا في التنظيم والمتطوعين، الناس دي كلها كانت جوه الفقاعة ومعمل لهم مساحات طبية. قلنا يحضر منهم 500-600 واحد معانا المباريات، رفضوا. فقالوا لا احنا خايفين ومش خايفين وكلام كده. الخلاصه ان احنا بنقول ان احنا يعني منتخبنا ادى بروح عاليه خلق حاله في الشارع المصري. يعني انا صراحه احنا كنا مفتقدينها من فتره طويله، الرضا اللي كان عين الناس عن الاداء المنتخب وكمان تشجيعهم للعيبه في كل الاوقات، ده كان ليه مردود رائع على المستوى التصاعدي لفريق المصري. دي حقيقه، دي حقيقه. ما عملش اعداد، لكن اثناء البطوله حصل مستوى تصاعدي في الاداء وصولا لمباراه الدنمارك اللي انا بعتبرها مباراه تاريخيه. نهائي مبكر. مباراه نهائي مبكر طبعا، لكن هي مباراه تاريخيه، مباراه تاريخيه احداثها الدراماتيكيه ملحمه وسلام النتيجه من ما بين الفريقين رايح جاي اكثر من مره، اعتقد انها هتفضل معلقه في اذهان الكثير من الجماهير وخاصه مشجعي كره اليد على مستوى العالم كله. دي حقيقه. انا بقول حاجه يمكن احنا الراعي الرسمي بتاعنا، الراعي الرسمي للملابس بتاعتنا هو دنماركي، شركه دنماركيه. الشركه الدنماركيه صاحب الشركه او الاونر بتاعها بعد الاداء البطولي بتاعنا، وطبعا التيشيرت بتاعنا كان مميز شويه لبعض التصميم الفرعوني، طالب منا بشكل عاجل ان احنا نبعت له التيشيرتات بتاعت المنتخب المصري عليها الاسماء وعلى الاعلام بتاعها، عشان عاوز يوزعها هدايا لناس يهموه، فمحتاج التيشيرتات بتاعتنا. انا بقول بس الاداء البطولي بتاعنا ده خلى الناس كتير قوي تتعاطف معانا، وخصوصا حتى جماهير الدنماركيه نفسها ترتدي ملابس المنتخب المصري. بالفعل يا فندم. واحنا الحلقه اللي فاتت كان معانا رساله من طلاب جامعه
كلية عين شمس كانوا معنا عاملين فيديو جميل جدا وانا سمعته بنفسي، الا اننا للاسف حابين نعرضه هنا. الفيديو للاسف الصوت بتاعه ما كانش شغال كويس. طلاب وطالبات كتير جدا بيقدم لكم التهنئه والتحيه، وان شاء الله الحلقه الجايه هنحاول ان احنا نسجل فيديو تاني لكل اعضاء وعناصر المنتخب، سواء كان اجهزه فنيه او اداريه او لاعبين او كل من يخص المنتخب. كابتن علاء السيد بنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وبنشكركم شكرا جزيلا. تحت امرك يا فندم، وان شاء الله دايما ورانا كده. شكرا شكرا يا فندم. فريق الاعداد يا جماعه، حاولت الاتصال تاني بكابتن ماهر ولا التليفون مغلق؟ طيب ماشي. اعزائي المشاهدين، هنرجع نطلع لفاصل قصير ونرجع تاني.